الخبر الاول اللي عدنا انه ستار من المفاجاه اللي سوته يا حبايب، فنزلت على حسابها بالانستغرام ثلاث صور غريبه، صورتين سودة وصوره مكتوب عليها الفصل الثامن، واللي حطتها صوره من صغارك حسابها بالانستغرام. ندخل على هالصور جميعا يا حبايب، راح تشوف انه كاتبه بيها يوم 17 يعني بعد يومين يا حبايب راح ينزل مقطع على قناتها باليوتيوب، وراح تعلن لنا شنو هذه المفاجاه الخرافيه اللي راح تكون. طبعا هذه المفاجاه بتقولكم تعرفون انه صار لها سنين قاعده تحمسنا عليها، اللي صراحه خليني العب لعبه اللي هي حسب ما اتوقع يا حبايب اني راح تكون عباره عن كتاب. فتتوقعوا لي بالكومنتات شو هتوقعون هذه المفاجأة. وروح حاليا تهجم متابعين يارا مار على قمر الطاي. بسم الله تعالى سبب يا حبايب، فمثل ما تعرفون انه يارا فتحت قناة جيمنج صار لها فترة نوعا ما طويلة، وحاليا قمر الطاي امبارحة اعلنت انه هي راح تفتح قناة جيمنج. صار يقولون انه هي تقلد يارا، رغم انه بعض المتابعين صار يدافعون يقولون مو يارا مو اول ولا اخر واحدة تفتح قناة جيمنج. عكم اكتبوا بالكومنتات تشوفون الموضوع تقليد او حر كل واحد يسوي اللي يريده، بالنهاية فكرة عادية يعني. طبعا بالاضافه انه يارا يا حبايب نزل شويه ستوريات من خلال انه باكر راح تنزل لنا اول مقطع جيمنج على قناته الثانيه يا حبايب، فراح احطكم الستوريات اللي حابين يشوفها. صباحا كيفكم؟ مساء قصدي لانه الساعه 4 سوري منكم. المهم يا جماعه بدي احكي لكم انه بكره على الساعه 4 اول فيديو على قناتي الثانيه، فيديو جيمنج كتير 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 حلو بجنن. اذا بشيل فلتر بتشوفوا قديش تعبان لانه عكيت عم بشتغل، سو يب خليكم جاهزين بكره على الساعه 4. اوكي حبايب، حاليا راح نبديكم بالبث المباشر او نوعا ما المباراه بين انس شايب وادم صالح، ما راح اعلق لكم عليها بالكامل يا حبايب، هذه المباراه راح اشوفها لايف ويا بعض. مثل ما شايفين يا حبايب حاليا بدات المباراه، طبعا هذا شخص على اليسار وشخص فاتح لنا البث، فشكرا لك على البث. اقول خلينا نشوف المباراه حاليا اللي حتصير بين ادم وانس شايب. اكتبوا طبعا بالبدايه توقعاتكم منه اللي راح يفوز. صراحة أنا حسب ما أتوقع إنه آدم، لأن آدم يا حبايب عنده خبرة كلش كبيرة بالملاكمة يعني بالسابق. أوكي قاعد يرقصون البعض. أوكي خليني أشوف. صراحة واضح من تحركات آدم إنه هو يعني لاعب ملاكمة من قبل. أنس شايب واضح صراحة جسمه متطور، إنه لو شفناه بالمباراة السابقة مع الوقت كان هواية عنده وزن عالي، واضح إنه ضعفان شوية ما شاء الله. أوه أوكي. خش بسم الله. انس شايب يحاول اوكي ضربتين من ادم. انس مشكلته انه هواي يدنق على فكره، دنق يعني نصي، وهذه نصي بالملاكمه غلط يعني، الحكم المفروض يحسب له فاول بس الحمد لله ما يحسب له يعني. هي يصير اكو شيء اسمه سكيف، طبعا ما يعرف يلعبوا من الملاكم فاعرف هذه الامور. سكيف اللي هو تنزل يجي مثل مثل حرف اليو. الو للان ادم هو اللي وضع سيطرته على انس نوعا ما، مخليه بالزاويه يلحق ورا. انس واضح انه لياقته متساعده انه هو يكمل المباراه، فده يحاول انه يدافع اكثر شيء. ادم قاعد يرقص. اوكي حلو هجوم من انس. اوكي ادم احسه يريد يضرب ضربه قاضيه الصراحه. اوكي بالضبط اخذ عبره، صح كلام اخذ عبره. اوكي انتهت الجوله الاولى حبايب، نوعا ما ما بيها هواي ضربات، الاثنين يدافعون او واحد يعني واحد نوعا ما خايف من الثاني فما كلش يقربون من بعض. ممكن ادم ضرب ضربه واحده مو اكثر، هي ضربه الوحيده متفوق بها، فاتوقع انه جوله رايحه لادم ولكن مو فارق كبير يعني. هاي اتوقع هي الضربه هذه يب يسار. يب احس انه الى الان النتيجه متعادله، ممكن الاثنين يفوزون، ولكن واضح انه ادم هو اللي مسيطر على المباراه بشكل اكبر، وهذا عادي طبعا لانه هو عنده خبره بهذا الشيء اكبر. يب اوكي الجوله الثانيه حاليا راح تبدا يا حبايب. مباراه ناريه صراحه. اوكي خلينا نبدا المباراه الثانيه او الجوله الثانيه عفوا. طبعا كل اللعبة وبعدين غير انس شايب ما مهمين الصراحة للأسف، فما حبيت أنقل لكم خبر غير بس مال انس. اوكي حاليا تبدي مباراة ثانية وواضح ادم متحمس. اوكي قول يا رب. يلا انس انس يريد يهجم يعني عرف نفسه انه خسران بالجولة الأولى. بس اوه كل ضربة لازم يحاول انه ما يندفع بشكل أكبر، لأنه الاندفاع بالملاكمة يخسرك هواي الصراحة. حلو خليك ورا. حلو لا انس خليك. ماي جاد ضربة قوية صراحة. ايش اللي صار مع انس؟ معقول وقع؟ اوكي اوكي قاعد يستهزئ حركة انس الشايب.
حتى الحكم بيقول ايش فيك يا معود ازاي هتسوي. اوكي اوه ادم عصب. اوه حلو حلو ضربت انس شاب قويه خطف. الله انا فاهم اللي قاعد افهمه. اوكي مش طبيعي انا الا ام تفوق هم ادم اتوقع ان ضربه هو يضربات بهذه الجوله للاسف. هجوم انس حلو اشتغل حلو 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 حلو. صراحه ضربات ادم قويه واضح انه هو يعني بتمكن هذه اللعبه يعني مش بشكل كبير لانه منزل ايده هواي يعني لو انس كان محترف كان ضرب يسرا سحب وضرب خطا يمنى يعني ف بس يعرف انه قدامه خصمه مو كل شيء يفتهم بالملاكمه للاسف يعني. صحيح وين بيسار ايش كان بيسار مش موجوده ما اخذنا ولا لقطه لها عقلا اوكي ادم صالح مسيطر بشكل مو طبيعي للاسف. علي مقداد لا بيبوسه قاعد ايش هذا ايش اللي بيصير انهب الادم كله. انا استعب انا استعب لكن يحتاج اللياقه كلش عاليه للحبايب طبعا وخاصه ان ضغط الجمهور خوف. اوكي انتهت حاليا الجوله الثانيه حبايب حنروح للجوله الثالثه والاخيره ونشوف من الفايز. اوكي حبايب حاليا بدأت الجولة الثالثة فخلينا نشوف حاليا متفوق ادم صالح مثل ما شايفين بالجولتين السابقة. تحس شوية انس شايب لياقة شوية ضعيفة للأسف فمدت تساعده كلش انه هو يكمل المباراة. اوكي اوبا اوكي طبعا واحد يحضن الثاني لانه اللياقة ضعيفة. عندي الاثنين من الواضح ف اوه حلو انس ضرب ضربة قوية. اوكي اوبا انس لياقته كلش ضعيفة وادم دي يحاول انه يحصره ودي يخليه انه ما يطلع من الزاوية على حركة الملاكمة انه دائما الخصم تخليه بالزاوية ما تخليه يتحرك. اوكي اوه انا شايف شكله حياكل قلع قلع اللي هي ضربة من جوته. اوه قضى يسار. اوه انس هواي انضرب من الواضح دي قاعد يستهزئ بي ادم لانه يعرف انه لياقة انس ابد ما تساعد انه يهجم اصلا بس انش اوه علق. اوكي ان شاء الله بس انس شايب ما يوقع قاضية عمود يعني ما يكون شيء كبير بس هو في الغالب ما راح يصدر للاسف بس ان شاء الله ما تكون قاضية. اوكي اوكي علق. اوكي طبعا اتوقع ما يلعبون بدون قوانين لانه وايد يضربون كفخ والحكم ما يحسب اي شيء يعني. اوكي اوه انس شايب حاليا حلال الوحيد انه يضرب قاضي. اوكي انتهت المباراه. اوه اتوقع انس شايب خسر مليار بالمية للاسف طبعا طبعاً وضع انس شايب مش طايق الادم وهو دير فايده يعني انه عادي يروح رياضيه حاليا طبعا راح يحددون من هو الفايز هل هو انس شايب او ادم صالح للاسف او حسب ما اتوقع انه ادم صالح ولا راح يفوز ف خلينا نشوف يا حبايب طبعا ما يشترك بالقناه خليه يشترك بالقناه وبس احبكم طبعا مثل ما شايفين هاي الضربات يا حبايب هذه ضربه صراحه كانت كثير قويه قطع اللي هو اليمين قطع وانس شايب رد اللي هي بقطع حلوه هذه قلع قلع وخطف. اوكي قلع خطف ضربه قلع اللي هي من جوه خطف على اليمين. اوكي خلينا نشوف من الفايز بسم الله طبعا ادم صالح. اوكي صراحه اتوقع ان ادم صالح هو اللي فاز للأسف. أنا شايب خسر يا حبايب وآدم هو اللي فاز. اكتبوا لكم التاج رأيكم بهذا النزال اللي صار وبس. كان لكم فيديو زي مقالات ملك القصاص. أحبكم اشتركوا بالقناة ومع السلامة.